السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج صحافتكم، لننقل لكم أهم ما جاء في طيات الصحافة المحلية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر أكتوبر لعام 2019. ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي أبرزت في صفحتها الأولى محمد بن مبارك يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة لعام 2018-2019. وكيل الطيران المدني للوطن، الرحلات إلى لبنان تسير بشكل طبيعي، بدء تطبيق حظر الحوامل والمرضعات من بعض الأعمال اليوم، نمو القروض الشخصية بالبحرين 8.30% في نهاية الربع الثالث. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت وزير المالية، نحقق تقدما جيدا في خطة التوازن المالي، افتتاح مركز ثقافي بحريني في الصين قريبا. البحرين تستضيف اليوم قمة عالمية حول أمن الملاحة البحرية والجوية بالمنطقة. أما صحيفة الأيام والتي لفتت الأعلى للصحة، شروط مشددة لصرف اللاركة، منتخبنا للصلاة يقص تذكرة العبور لنهائيات كأس آسيا 2020. ومن صحيفة البلاد نقرأ مليار و58 مليون دولار التبادل التجاري البحريني الأمريكي، أسبوع المنامة للريادة يستهدف 5000 مشارك. بداية جولتنا الصحفية اليوم من صحيفة البلاد، ونقرأ من الصفحة الرياضية أنه برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة، يتم مساء اليوم افتتاح وتدشين فعاليات النسخة 11 من بطولة البحرين الدولية ITF لناشئي التنس، والتي ينظمها نادي البحرين للتنس خلال الفترة من 21 وحتى 26 من أكتوبر الجاري بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة. كما ذكرت صحيفة البلاد أن الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة كشفت أن البحرين ستكون مقراً لانطلاق العمل في أول بنك للخلايا الجذعية في البحرين والخليج، مؤكدة أن المشروع الطبي المتخصص يمثل أحدث طلب قدم للهيئة لإقامة مشاريع طبية متخصصة للعام 2019. بقلم الكاتب عبد علي الغسرة، نشرت صحيفة البلاد مقالا بعنوان اليوم العالمي للإحصاء، فإلى تفاصيل هذا المقال نتابع. الإحصاء من العلوم الرياضية ويهتم بجمع وتلخيص البيانات وتمثيلها وإيجاد الاستنتاجات من البيانات، ويدخل علم الإحصاء في تطبيقات كثيرة في الفيزياء والعلوم الاجتماعية والإنسانية وفي السياسة والأعمال. وما نشاهده من رسومات تعداد السكان وأعداد المواليد والوفيات عبارة عن تجميع بيانات ورسمها على شكل مخطط للاستنتاج ومعرفة الأرقام التي تغيرت خلال فترة معينة. تكمن أهمية علم الإحصاء في طريقة جمع البيانات وتلخيصها ورسمها على شكل بياني، وفي تخطيط البحوث والعثور على التقديرات الأولية والفرضيات البديلة للحصول على نتائج صحيحة وإيجابية، كما أن أهميته تكمن في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. يهدف قطاع الإحصاء وسجل السكان في مملكة البحرين إلى العمل على توفير إحصاءات وبيانات ومعلومات دقيقة وفق المعايير الدولية
بحيث يمكن الاعتماد عليها من أجل دعم عمليات التخطيط والسياسات وصناع القرار، كما تعمل على توسيع المجالات التي تشملها الإحصاءات وتحسين جودتها للجهات الحكومية وغيرها، كالبيانات الديموغرافية، الاجتماعية البيئية، الاقتصادية، الحسابات القومية، والسجل السكاني والعناوين وبطاقة الهوية. على هامش مؤتمر الثقافة والدبلوماسية الذي انطلقت أعماله صباح يوم أمس، لفتت صحيفة الأيام أن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قال إن الحراك والحضور الثقافي البحريني المتميز يسهم بدور كبير في الترويج للوجه الحضاري للمملكة وإبراز حضورها دبلوماسيا رائد، منوها إلى الجهود الكبيرة المبذولة في المجالات الثقافية. وفي الشأن الصحي، ذكرت صحيفة الأيام أن رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة أصدر قرارا بشأن إجراء وتنظيم مراقبة صرف الأدوية والمستحضرات الصيدلية والتي تحتوي على المواد المدرجة تحت المجموعة الدوائية والتي منها أدوية اللاريكا. ومن الصفحة الأخيرة من صحيفة الأيام نطالع أن علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عثروا على أقدم لؤلؤة في العالم بالموقع الأثري في جزيرة مروح قبالة سواحل أبوظبي، وأطلق عليها اسم لؤلؤة أبوظبي. بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين، نطالع من صحيفة الوطن أن المفتش العام في وزارة الداخلية اللواء الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة ورئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض حمزة افتتح المحطة الثانية لمعرض الصور التاريخية والذي تنظمه وزارة الداخلية في جامعة البحرين. كما أشارت صحيفة الوطن أن الدكتور محمد بن دينا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة كشف أن المجلس عمل مع بيوت الخبرة العالمية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء والتي تتقاطع بشكل غير مباشر مع تغير المناخ، وتم الانتهاء من هذه الاستراتيجية مؤخراً. وفي الشأن الرياضي، نقرأ من صحيفة الوطن أن منتخب البحرين لكرة اليد اكتسح نظيره الإيراني وفاز عليه بجدارة بنتيجة 29-26 خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية. وإليكم مشاهدين الكرام لقطة بحرينية للمصور من صحيفة الوطن محمد الشويخ حول الزي العسكري الرسمي للشرطة البحرينية في حقب مختلفة ضمن معرض الصور التاريخية. ونتحول مشاهدين الكرام إلى صحيفة أخبار الخليج، ونطالع منها أن مملكة البحرين تستضيف اليوم قمة عالمية حول أمن الملاحة البحرية والجوية بالمنطقة، وذلك بمشاركة دول مجموعة وارسو والتي تهدف إلى توحيد قوى مكافحة الإرهاب ومواجهة تهديدات أمن الملاحة البحرية
في منطقة الخليج، كما يناقش منع تهريب الأسلحة المتقدمة وحماية الطيران المدني. مع استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العالمية للأمن البحري والجوي، نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا بعنوان الدور المحوري لمملكة البحرين تجاه الأمن البحري بقلم الدكتور أشرف محمد كوشك، وإلى مشاهدين تفاصيل هذا المقال. تلك القضية التي أضحت تحظى باهتمام العالم أجمع، خاصة بعد الاعتداءات التي تعرضت لها ناقلات النفط قبلة سواحل الإمارات وخليج عمان، فضلا عن استهداف منشأة أرامكو السعودية. إن تلك الحوادث لم تكن منشئة فقط لتلك المخاطر التي تستهدف أمن الطاقة عموما، بل أنها كانت كاشفة لواقع تلك المخاطر وآثارها على الأمن الإقليمي والأمن العالمي على حد سواء، إذ أن الأمر لا يرتبط بتهديدات معتادة بل أنها غير مسبوقة. في خضم هذا الاهتمام الإقليمي والعالمي لتأمين الملاحة في الخليج العربي، يعد دور مملكة البحرين محوريا ضمن تلك الاهتمام، ليس لموقعها الاستراتيجي فحسب، بل في ظل ما تحظى به من شراكات وتحالفات دولية عززت من ذلك الدور وجعلت المملكة نقطة الارتقاء الرئيسية لكافة الجهود الداعية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. إن الاجتماع المرتقب ليس هو الاجتماع الأول من نوعه، حيث استضافت المملكة اجتماعا لمناقشة أمن الملاحة في الخليج العربي في يوليو من العام الحالي. وبغض النظر عن النتائج التي سوف تسفر عنها القمة البحرية الدولية التي سوف تستمر على مدى يومين، أتصور أنها تعد لقاء مهما للغاية لثلاثة أسباب. الأول، إعادة تأكيد الالتزام الدولي بأمن منطقة الخليج العربي بما يدحض الادعاءات بانحصار الأهمية النسبية لتلك المنطقة ضمن أولويات الدول الكبرى. والثاني، ستكون فرصة لمناقشة ليس فقط تهديدات الأمن البحري بل مدى إسهام كل طرف في التصدي لها. والثالث، أن القمة ستكون فرصة لمناقشة الرؤية الأمريكية ونظيرتها الأوروبية. هذا ولفتت صحيفة أخبار الخليج أن الطالبة نور علي عبدالله تمثل نموذجا متميزا للطلبة الموهوبين والمبدعين في مدارس وزارة التربية والتعليم، والذين احتضنتهم الوزارة عبر برامجها وأنشطتها الطلابية المتنوعة حتى تمكنوا من تطوير طاقاتهم وإبداعاتهم ووصلوا إلى تحقيق إنجازات باهرة محليا وإقليميا ودوليا. أما الآن مشاهدينا فإلى فن الكاريكاتيرة. مع فن الكاريكاتير نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.